بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب البيوع، أي الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بالبيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع لغة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للآخر، سمي ذلك بيعاً وتبايعاً، ومنه سميت البيعة لولي الأمر، لأنها تمد فيها الأيدي. هذا لغة. وأما اصطلاحا فالبيع هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك، مبادلة المال بالمال على وجه التمليك، هذا هو البيع. ومناسبة أن المصنف رحمه الله ذكر الكتاب البيع بعد العبادات، هو أن المسلم بحاجة إلى ما يعينه على العبادة، إلى ما يعينه على العبادة، وذلك في طلب الرزق الذي يستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالعبادة إلا بشيء يساعده على ذلك. الله جل وعلا يقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ويقول جل وعلا لا ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى قوله: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والفضل هو الرزق، فالبيع أحد وجوه طلب الرزق، وهو ما يسمى بالتجارة، الاتجار، هذا هو الاتجار، البيع والشراء طلبا للربح، وهذا أشرف أنواع المكاسب، البيع والشراء من أشرف أنواع المكاسب. فالمسلم يطلب الرزق من جميع الوجوه المباحة، بالبيع والشراء، بالعمل الوظيفي، بالاحتراف والعمل باليد، بالزراعة، بكل وسيلة مباحة يطلب الرزق. وهذا مما أمر الله جل وعلا به، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش ويعبد ربه ويصل رحمه وينفق في سبيل الله إلا بالمال، والمال لا يحصل إلا بسبب وطلب. ولا يقتصر الإنسان على نوع واحد، إن حصل ولا يعطل الأسباب الباقية، بل يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة، ولو بالاحتراف والكد والعمل. أما ما عليه كثير من الشباب اليوم أنه لازم وظيفة ولا ما يشتغل،
لازم يضيفه ولا ما هو طالب من الرزق ويجلس معطل للأسباب ويضيع من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفة. هذا غلط. إذا ما حصلت لك وظيفة فاطلب الرزق بغير الوظيفة، بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعد، لأن الوظيفة محدودة. ولا رأينا واحد تجر بالوظيفة، يا الله يا الله تكافيه هو وعياله، لكن اللي يبيع ويشتري ويشتغل هذا بالغالب أنه يثري يحصل على ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم ما يقتصرون على الوظيفة، بل يطلبون الرزق. الوظيفة آخر شيء، يطلبون الرزق بالبيع والشراء، يطلبون الرزق بالعمل والاحتراف، يطلبون الرزق بأي وسيلة من الوسائل الكثيرة، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد. ومنها ما بين أيدينا الآن وهو البيع والشراء. ولو أن هذا الشاب اشتغل بالبيع والشراء شيئا فشيئا كان خيرا له من الوظيفة. فيبدأ الإنسان بالبيع والشراء شيئا فشيئا ويتنامى ويكثر حتى يصبح من الأثرياء، خير من الموظفين، خير من الوزراء. التاجر خير من الوزير، التاجر عنده أمواله عنده ثروة، الوزير المسكين ما عنده شيء إلا الوظيفة. مع أن نرفع الوظائف مثلا الوزير، لكن اللي يشتغل خير منه وأكثر ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم يطلبون الرزق من وجوهه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاحتشاش والاحتطاب من الجبال وحمل الحطب وبيعه، وجه بهذا عليه الصلاة والسلام. نبي الله داود عليه السلام كان ملكا نبيا، ملك نبي، جمع الله له بين الملك والنبوة. وما هذا ما كان يأكل من بيت المال الذي عنده، وإنما يشتغل بيده ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. كان يصنع الدروع من الحديد ويبيعها ويأكل من ثمنها، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. فوجوه الرزق ولله الحمد كثيرة ومفتوحة، ولكن على الإنسان أن يتقي الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اطلب الرزق وتوكل على الله واتقي ربك، فإن الله وعد بأنه من يتقه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى لا شك إنها من أعظم الأسباب لطلب الرزق، تقوى الله أعظم الأسباب لطلب الرزق. فهذا هو البيع. البيع مباح، بيع والشراء مباح بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فكما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا، وقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، قال تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يجمعون بين العبادة وبين البيع والشراء، ما يجلسون في المساجد ويعطلون الأسباب، ولا يجلسون في المتاجر ويتركون الصلاة، وإنما يجمعون بينهم، يطلبون الرزق ويصلون في المساجد.
هؤلاء هم عباد الله الصالحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هو الخطبة والصلاة، حضور الخطبة واستماع الخطبة والصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع في هذه الفترة، أغلق دكانك، اذهب إلى الصلاة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا إلى الأرض، ما تجلس في المسجد، ولا الجلوس في المسجد اعتكاف وبقرأ القرآن وبأصلي نعم، لكن طلب الرزق، منين تأكل؟ منين تنفق على أهلك؟ على اخرج اطلب الرزق. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدلت هذه الآيات على مشروعية البيع والشراء، والأحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ووكل من يشتري له، وحث على طلب الرزق والبيع والشراء والاتجار. والإجماع، أجمع العلماء على مشروعية البيع، والحكمة تقتضي ذلك، لأن بعض الناس عنده سلعة، عنده سلعة ولا عنده نقود، والطرف الآخر عنده نقود ولا عنده سلعة، فلأجل التوصل كل واحد منهما إلى مطلوبه شرع البيع، شرع البيع، فصاحب السلعة يبيعها ويحصل على ثمنها، وصاحب النقود يشتري بها السلعة ويستفيد من السلعة، تبادل، تبادل مصالح منافع. أما لو كل واحد أمسك ما عنده، أهل السلع أمسكوها وأهل الدراهم أمسكوها، لا تضرر المجتمع، تضرر المجتمع. المجتمع يقوم على البيع والشراء والاتجار. نعم. صلى الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، هذا فيه دليل على مشروعية التبايع، تبايع الرجلان يعني تبادل الثمن والمثمن، تبادل الثمن والمثمن. وبماذا يحصل التبايع؟ يحصل إما بالقول وإما بالفعل. القول يقول البائع بعت، ويقول المشتري اشتريت، الإيجاب والقبول. أو بالفعل وهي المعاطاة، بأن يدفع السلعة لشخص ويدفع الشخص ثمنها، ولا فيه كلام، إنما فيه تبادل، معاطاة يسمونها المعاطاة. فينعقد البيع بأحد أمرين: إما بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. هذا معنى تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار. الخيار هو التروي لطلب خير الأمرين: الإمضاء أو الفسخ، الإمضاء أو الفسخ، كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. إذا تم التبايع بالصيغة القولية أو الفعلية صح البيع وانعقد، لكن لا يلزم، لا يلزم
إلا بالتفرق من المجلس، ما دام في المجلس فكل واحد منهما له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. وهذا من الحكمة العظيمة، لأن الإنسان قد يتسرع، الإنسان قد يتسرع فيبيع أو يشتري، ثم إذا فكر وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، فالله أعطاه الفرصة في أن يتروى ما دام في المجلس. وهذا ما يسمونه بخيار المجلس، يسمونه بخيار المجلس ما لم يتفرقا. هذا نوع من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس، وهذا ما يحتاج إلى اشتراط، هذا تلقائي، خيار المجلس تلقائي ما يحتاج إلى اشتراط، جعله الله فرصة للنادم في أن يتحلل من البيع ويسلم من التبعة، ولا يبادر باللزوم وقد يتضرر، أو يخير أحدهما الآخر. هذا خيار الشرط، يعني يشترط بعد التفرق، يشترط بعد التفرق أن له الخيار مدة كذا وكذا، 3 أيام، شهر، أسبوع، هذا يسمونه خيار الشرط، وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين، يخير أحدهما الآخر، يعني يشترط له الخيار مدة يتروى فيها. فهذا نوع آخر من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. فإن تفرق ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع بالتفرق، إذا ما في خيار شرط فإن البيع يلزم بمجرد التفرق، لأن يغادر أحدهما أو كلاهما المجلس. فالبيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس، وإما بانتهاء مدة الخيار المشروط، انتهاء مدة الخيار المشروط. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف، وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسعة على المسلمين في عقودهم مبايعاتهم. نعم، أعد الحديث. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وكان جميعا، هذه تأكيد، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، المعنى واحد لكن الثانية تأكيد. نعم. أو يخير أحدهما الآخر، يعني بعد التفرق يخير أحدهم، يشترط أحدهما الخيار له مدة معلومة. نعم، هذا خيار الشرط. نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إن خير، يعني شرط أحدهما على الآخر الخيار مدة معلومة وتبايع على ذلك، تراضي على ذلك، فقد لزم البيع، وبقي الخيار للطرف الذي اشترطه، يعني يبقى الخيار للطرف الذي اشترطه. نعم. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن فدل الحديث على أن البيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس إذا لم يكن هناك خيار مشروط، وإما بانتهاء الخيار المشروط، يلزم البيع بأحد هذين الأمرين. نعم. أحسن الله إليك. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار
ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا بمعنى الحديث الأول، لكن الحديث الأول فيه إذا تبايع الرجل تبايع، وهذا فيه البيعان والمعنى واحد، البيعان يعني البايع والمشتري. وفيه أنه بعد العقد يبقى الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد. وفيه زيادة وهي وجوب الصدق، وجوب الصدق، وأن لا يخدع أحدهما الآخر، بل يصدق في بيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر، ويبين. فإن صدق وبين، يعني بين ما في السلعة أو في الثمن من العيب، ولا يكتم، ما يكتم واحد منهم ما في يده إذا كان فيه عيب، فلا بد أن يبين للطرف الثاني. أما إذا لم يبين فقد كتم، وهذا غش وخديعة. فإذا حصل الكذب في البيع والتغرير، أو حصل الغش في البيع، البيع يصح، البيع يصح بناء على الظاهر، ولكن تمحق البركة إن كانا متفقين على الغش وعدم البيان، فإنها تمحق بركة الاثنين، البائع والمشتري. أما إذا كان الكذب والغش من طرف واحد، فإن الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه وشرائه بركة. فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث، لأن أغلب بيع الناس اليوم وشراهم على الغش والخديعة، ويعتبرون هذا من الحنكة في البيع، يعتبرون الغش والخديعة والتلبيس، يعتبرونها من حسن التصرف ومن الحنكة في البيع ومن المرونة في البيع، وهو في الحقيقة أنه محق للبركة، محق ويصبح ماله لا بركة فيه، لا بركة فيه، ممحوق البركة. وإذا محقت منه البركة فلا خير فيه. فهذا مما يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال، ويتسابقون في أيهم يخترع طريقة ماكرة، يتسابقون أيهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزبائن. فهذا هو الغش والتدليس، وهذا لا يجر على صاحبه، أو يبي يروج سلعته ويقول أنا حاذق في البيع والشراء، وأستطيع أني أغري الناس، وهو في الحقيقة يأخذ مالا ممحوق البركة، فلا يفرح بهذا المال. الصدق فيه خير وبركة، والنصيحة وعدم الغش فيها بركة وخير. فعلى اللي يزاولون البيع والشراء أن يستشعروا هذا الحديث العظيم الذي يرسم لهم الخطة الصحيحة، وينهاهم عن الخطة السيئة. لماذا يغرر بإخوانه؟ ما هو البيع والشراء، ما هو نهب وسرقة وخيانة، البيع والشراء عقد شريف نزيه، نصيحة
ما هو خيانة وعلى ما يقولون شطارة وتسابق في الاختراع، المعاملات اللي يخدعون بها الناس، تزويق السلع ويقول هذا أصلي وما هو أصلي، تقليد ويضع عليه العلامة الأصلية وكذب، هذا لا يجوز. يبيع على أنه أصلي وهو تقليد ما هو أصلي، يبيع على أنه ماركة كذا وهو ليس كذلك، وقد يضع عليه الشعار ويضع عليه يخدع الناس، هذا أمر لا يجوز. البيع على الصدق وعلى الوضوح، على الصدق وعلى الوضوح، ألا يكون فيه دخل أو فيه خديعة أو فيه جحود لشيء مكتوم، هذا لا يجوز بين المسلمين، ولو حصل فإنه سبب لمحق البركة في المال، فلا يستفيد منه صاحبه، وإن جمع فلا يستفيد منه، قد يموت ما استفاد من هذا المال وهو تعب فيه، هو يموت ما استفاد، محروم، يحرم من خيره وبركته. أما إذا صدق وبين فإن الله يبارك في ماله، يستفيد منه في معاشه وفي الصدقات وفي وجوه الخير، فيستفيد منه لأنه مال مبارك، إن استعمله فهو مبارك، وإن تصدق منه فهو مبارك ويقبل منه. أما المال الذي يحصل عليه عن طريق المكر والخديعة فهو ممحوق البركة، ويحرم من ثوابه ويحرم من فائدته. نعم. أحسن الله إليك. باب ما ينهى عنه من البيوع. نعم، لما ذكر الأحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرعي في التوجيه الشرعي في كيفية التبايع والنهي عن الغش والخداع والمكر بين الطرفين، ذكر أن هناك بيوعا منهيا عنها لا يجوز، لا تجوز. الأصل في البيع الحل، هذا هو الأصل في البيع، وأحل الله البيع، ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالبيوع الصحيحة ليس لها حصر، أما البيوع المنهي عنها فهي محصورة، بيوع المنهي عنها محصورة، أما البيوع الصحيحة فلا حصر لها، لأن الأصل في المعاملات الحل. نعم. أحسن الله إليك. باب ما ينهى عنه من البيوع. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع، بيع المنابذة وبيع الملامسة، وفسرهما في الحديث، فسرهما الراوي في الحديث. فالمنابذة أنه يأخذ الثوب، البائع يأخذ الثوب، ما المشتري ما يدري وش ولا وش داخليه، ولا وقد يأخذه بكرتون، وهيضا كرتون يأخذه ويطرحه على المشتري يقول حظك نصيبك، سأله سليم أو ما هو سليم أو من القماش الجيد، هو مغلف ولا يدري، ويطرح عليه ويقول هو عليك بكذا، والمشتري لم يقلبه ولم يتفحصه، ويرضون بهذا، يقول حظك نصيبك، إن طلع زين هو حظك، وإن طلع شين فهو عليك. هذه مغامرة لا تجوز، لا بد أن المشتري يتفحص السلعة ويعرفها قبل يعقد البيع، فالمغامرة هذا نوع من القمار، القمار يكون في البيع، وهو المغالبات التي يؤخذ بها المال، هذا لا يجوز. هذه المنابذة، ينبذ عليه الثوب يقول عليك بمئة ريال،
وهو ما المشتري ما يدري ولا قلبه ولا نظر فيه، ويقول حظك نصيبك أو بظلام، هم بظلام ولا يشوف، يقول أي ثوب طرحته عليك هو عليك بكذا، سواء كان سليما أو معيبا أو جيدا أو رديا حظك نصيبك. هذا لا يجوز، هذا غرر وخيانة، هذه المنابذة. الملامسة يقول ادخل بهالمحل وأي ثوب اللي لمسته بيدك فهو عليك بكذا، قد يلمس ثوب جيد وقد يلبس ثوب ردي، مغامرة، هذه أيضا مغامرة، ما يجوز هذا، ما يجوز بيع الملامسة. أي ثوب اللي لمسته، مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلق الكهرب يقول ادخل بهالمحل، أي ثوب وقعت يدك عليه أو صندوق وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا حظك ونصيبك، هذا لا يجوز في الإسلام. لا بد يكون الأمر واضحا أمام المشتري ليدخل على بصيرة ولا يكون هناك خداع ومكر. نعم. وهذا كما ذكرنا أن الآن كثير من التجار ما يعيشون إلا على هالنوع، على المغامرات والخداع والمكر، ويعتبرون هذا من الحذق، من الحذق في البيع. هذا ليس بيعا، هذا خداع ومكر ولا يجوز. نعم. هذا بيع الملامسة، بيع المنابذة وبيع الملامسة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجسوا، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها. بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم. هذا الحديث فيه أنواع من الغرر في البيوع منهي عنها، نقرأها واحدا واحدا من أول الحديث. صلى الله عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان، الركبان هم اللي يقدمون من خارج البلد، معهم جلب يجلبون على البلد سواء من البادية أو من غيرهم، ما يدرون عن الأسعار في البلد، ما يدرون عن الأسعار في البلد، غرباء جايين بسلعهم، يطلع واحد من البلد ويتلقاهم ويشريها منهم وهم ما يدرون عن البلد، هذه خديعة، هذه خديعة، لا يجوز، لأن في هذا إضراراً، إضراراً بالركبان. الركبان جمع ركب، وهم الذين يقدمون لبيع السلع على السيارات أو على الدواب، أو يحملون ذلك على رؤوسهم. يقدمون لبيع سلعهم، يطلع واحد ويقول أنا بشريها منكم وأبريحكم، شو له تدخلون بالبلد، ثم يشريها رخيصة، وإلى جو الركبان البلد وإلى خادعهم، إلى خادعهم شاريها برخص، فيحصل الضرر على الركبان. هذا منهي عنه، خلهم يدخلون البلد ويشوفون الأسعار ثم بعد ذلك اشتر منه على بصيرة. أيضا هذا يحصل به الضرر على أهل البلد، لأن أهل البلد بحاجة إلى هؤلاء الركبان، إنهم يبيعون سلعهم في البلد ويتوسع بها أهل البلد، ما يجي واحد ويأخذها جميع ويحرم أهل البلد من فائدتها، فهذا فيه ضرر على الركبان وضرر على أهل السوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فعلى الأول يكون الضرر على الركبان، شرع منهم برخص، على الثاني يمكن أنه أخذ السلع بقيمتها أو أكثر بعد، ما على الركبان ضرر،
أخذها بقيمتها أو أكثر، لكن يكون على أهل البلد ضرر، أهل السوق عليهم ضرر، لأنه حبس عنهم ورود السلع التي يتنافسون فيها ويتوسعون فيها، هذا منهي عنه. تلقي الركبان لدفع الضرر عن الركبان وعن أهل السوق، هذه واحدة. نعم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، حق المسلم على المسلم أنه يحترمه، يحترمه ولا يعتدي على حقه. فإذا سمعت واحد باع سيارته أو بيته على شخص بثمن، وله الخيار، المشتري له الخيار أو البائع له الخيار، أو بينهما خيار بين الطرفين ما بعد أمضوا البيع، يجي واحد يقول لا افسخ البيع، أنا بأخذ منك بزوة، أنت بايع عليه ب100,000 أنا بأخذه ب150. هذا لا يجوز، لأن فيه إضرار على المشتري وهو أخوك شرى السلعة، ما يجوز لك تدخل عليه حتى يرى رأيه، إما أن يمضي وإما أن يفسخ، فإذا فسخ لك أن تشتري. أما ما دام له الخيار يفكر ويبي، تروح أنت للبائع وتقول له لا تراك مغلوب وتراك مخدوع، افسخ البيع، أنت لك الخيار افسخ البيع وأنا بأخذ منك بغلة من السعر الذي بعتها به، هذا لا يجوز، لأن فيه إضرارا بالمشتري. هذا معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، وما أكثر هذا الآن في المعارض وفي الأسواق، التناجش أخذ من النجش وهو الزيادة، وهو أن يسوم السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها على الزبائن، هذا نجش والعياذ بالله، ضرر. مثلا يصير متفق مع صاحب السلعة أو ما اتفق، أو ما اتفق معه، السلعة يحرج عليها، يجي ويزاود فيها، يزاود وهو ما هو بيبيها، يبيها ترتفع على الزبائن، هذا نجس منهي عنه وما فيه من الضرر. إن كان لك رغبة زاود فيها، أما إن كان ما لك رغبة وإنما تريد أنك بزعمك تنفع صاحب السلعة أو تضر، أنت عدو للمشتري للسائم، أنت عدو للسائم تريد أن تضره وترفع القيمة عليه، ما يجوز لك هذا، أدام مالك رغبة في السلعة أمسك لسانك، هذا النجس. ومنه إذا اتفق أهل السوق، اتفق أهل السوق، جاء واحد جاء بن سلعة، اتفقوا على أنهم ما يزودون فيها، يسومها واحد ولا يزودون فيها، من أجل أنه يضطر صاحبها على أن يبيعها لأن ما فيها أحد يزيد، فإذا شراها هم شركاء فيها، هم شركاء فيها، شروها برخص، شراها واحد منهم رخيصة وهم ما زاودوا عليه من أجل أنهم يشاركونه فيها، ينتفعون برخصها، هذا فيه ضرر على البائع، هذا فيه ضرر على البائع. الصورة الأولى فيها ضرر على من؟ على المشتري اللي يزاود وهو ما يريد الشراء، هذه فيها ضرر على من؟ ضرر على البائع، ما وجد من يسوم سلعته إلا شخص واحد، والثانيين ظهر أنهم ما لهم رغبة فيها فباعها المسكين رخيصة، فهذا فيه ضرر على البائع، لا يجوز هذا، لا يجوز أنهم يتفقون على عدم الزيادة علشان يضطر صاحبها يبيعها رخيصة ثم هم شركاء فيها. نعم. أحسن الله إليك. ولا يبيع حاضر لباد. ولا يبيع حاضر لباد، إذا جاء البادي وهو القادم على البلد معه سلعة يبي يبيعها أو سلع يبي يبيعها، ما يروح لمه واحد يقول أنت ما تعرف القيمة ولا تعرف الأسعار بهالبلد، أنا أتولاها عنك أبيعها وأصير وكيلا عنك، لا يجوز هذا، لأن هذا فيه إضرار بأهل البلد،
خلوا يبيعها رخيصة ما يخالف، ينتفعون الناس، ينتفعون الناس منها، لا تحرمهم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا توليتها أنت أغلقت الباب عليهم، فاتركه يبيعها علشان الناس يستفيدون من هذه السلع المجلوبة. فالحاضر بالبلد لا يبيع للبادي، ما يروح لمه ويقول له عطني إياها بيعها لك أنت ما تعرف، ما يجوز. لكن لو أن البادي هو اللي راح للحاضر وقال بيع لي سلعتي جزاك الله خير، ما يخالف هذا، هذا ما يخالف. قال بيع لي سلعتي أنت تعرف البلد، فهذا لا لا بأس، لأن الحاضر ما راح للبادي وطلب منه، بل البادي هو اللي طلب منه، فلا بأس في هذا. نعم، تفسير بيع الحاضر للبادي في لا يكون لهم سمسارا، يعني دلالا، السمسار هو الدلال. نعم. ولا تصر الإبل والغنم، تصر أحسن، ولا تصر الإبل والغنم، ولا تصر الإبل والغنم. وش معنى التصرية؟ إذا أراد يبيع بقرة أو شاة، إذا أراد أن يبيع بقرة أو شاة أو ناقة فيها حليب، ما يحلبها، يخلي الحليب بضرعها يومين ثلاثة لأجل يكثر اللبن، ويظن المشتري أن هذه طبيعتها وأن فيها حليب كثير، فيها حليب كثير، هذا ظاهرها. والواقع أنها مصرات، يعني التصرية هي الجمع، جامعة الحليب لعدة أيام علشان يخدع المشتري أنه صاحبة لبن كثير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن تصرية الغنم والإبل والبقر، لئلا يخدع المشترين ويظنون أنها حلوبا. نعم. ولا تصر الإبل والغنم. نعم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد إذا حصل هذا وصراها وباعها مصرات وشراها المشتري، بناء على أن اللبن هذا ما هو، ما هو بتصرية، وإنما طبيعتها كذلك، شراها، البيع يصح، البيع يصح، لكن يكون للمشتري الخيار دفعا للضرر عنه، إن شاء أن يأخذها أخذها، وإن شاء أن يردها ردها، ردها، ويرد معها صاعا من التمر إذا حلبها، إذا حلبها يرد معها صاعا من التمر قيمة للحليب الذي أخذه، قيمة للحليب الذي أخذه، هذا معنى وصاعا من تمر، قيمة للحليب. هو ما يعرف أنها مصرات حتى يحلبها، حتى يحلبها، فإذا حلبها وأراد يردها ثمن اللبن يرده معها لصاحبه دفعا للخديعة والمكر. فهذه الأحاديث تعطيكم قاعدة عظيمة في أن البيع والشراء لا بد يكون على الصراحة وعلى الوضوح وعلى النصيحة، ألا يجوز الخديعة بأي وجه من الوجوه. هذا يسمى التدليس، التصرية هذا نوع من التدليس، تدليس وهو تحسين السلعة على غير طبيعتها، والتدليس منه التصرية، ومنه لو صبغ السيارة وزينه وكأنه جديدة هذا تدليس، أو الدار فيها صدوع وفيها عيب، قامه صلح، غطى الصدوع وغطى العيوب اللي في الجدران وضربها بوية أو جص وصارت كأنها جديدة ولا باعي، هذا تدليس، هذا تدليس ولا يجوز. التدليس معناه أن يظهر السلعة بغير مظهرها الصحيح، يظهرها بمظهر خداع، مظهر خداع. تعرفون التلميع، هو التلميع هذا، يلمعها أمام الناس، وما أكثر ما يحصل هذا، هذا تلميع وهذا تدليس وغش. فإذا شراها إنسان بناء على ظاهرها وتبين أنه على غير ظاهرها، له الخيار دفعا للضرر عنه، وهو يسمى خيار التدليس. مر بكم خيار
خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، خيار الغبن وهو في المنابلة والملامسة، وهذا خيار يسمونه خيار التدريس، لأن الخيار ثمانية أنواع، الخيار عندهم ثمانية أنواع. نعم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها، بعد أن يحلبها، لأنه ما يعرفها إلا إذا حلبها، يعطى ثلاثة أيام أربعة أيام يحلبها علشان يعرف هل هذا اللبن طبيعي ولا مدلس، فإذا تبين له أنه مدلس له الخيار. نعم. إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وشو لها صاع من التمر؟ قيمة للبن اللي هو حلب منها وشربه. نعم. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة، ثلاثة أيام، يعني ما يزيد على ثلاثة أيام، لأنه بالثلاثة يبي يعرفها، بالثلاثة يبي يعرفها هل هي سليمة أو غير سليمة، وما زاد على الثلاثة يضر على البائع. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. نعم. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة. نعم. قيل نعم. إنه كان يبيع الشارف. أي نعم، من الإبل، يعني الشارف من الإبل وهي الكبيرة المسنة. نعم. بنتاج الجنين، نتاج، بنتاج، أحسن الله إليك، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وفسروه بأنه يبيع سلعة بثمن مؤجل إلى أن تلد هذه الناقة الحامل، ثم ولدها يكبر ويلد، فيعلق الأجل على نتاج السائمة ونتاج نتاجها. هذا النهي عنه من أجل الغرر في الأجل، الأجل غير محدد، وش يدرينا أنه تبي تلد الناقة، وش يدرينا أن ولدها بيلد، هذا من علم الغيب، فهذا أجل مجهول، أجل مجهول، ويشترط في الأجل أن يكون معلوما إلى أجل معلوم قطعا للنزاع. هذا معنى حبل الحبلة، بمعنى أنه يبيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها فيما بعد، فإذا ولد ولدها حل الأجل. هذا فيه جهالة، قيل هذا هو التفسير، وقيل معناه أنه يبيع عليه نتاج السائمة، يبيع عليه نتاج السائمة، يقول أبيع عليك نتاج هذه الناقة، يعني إذا ولدت ثم كبر ولدها وولد، يعني كبرت بنتها وولدت، فولدها يكون لك بهذه القيمة. هذا بيع مجهول، لأنه هذا بيع مجهول، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما. ففي التفسير الأول الجهالة في الأجل، وفي هذا التفسير الجهالة في المبيع، يبيع عليه نتاج النتاج، نتاج هذه الناقة، وهذا مجهول، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما، يشترط في المبيع أن يكون معلوما. ومثل هذا اليوم الله أعلم ما يسمونها بالبيع المنتهي بالتمليك، لأنه مجهول، الآجار ما يسمونه الآجار المنتهي بالتمليك، يقول أجرتك هذه السيارة بأجر معلوم 5 سنوات 10 سنوات وفي النهاية تصير ملك لك، يعني إذا تلفت ولا سبق بها شيء تصير ملك لك. هذا جهالة وغرر ولعب بالناس، هذا لا يجوز هذا العمل.
إما أن تكون إيجارة وإما أن يكون بيع. أما يجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام وفيه جهالة هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. نعم أعد الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني ولد ولدها، بيع ولد ولدها، والحبلة الناقة الحامل. نعم. وكان يتبايعه أهل الجاهلية. والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام. نعم. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج. هذا تفسير ثاني، هذا تفسير ثاني، أنه يبيع بثمن مؤجل متى يحل؟ إذا ولدت هذه الناقة وولدت بنتها، إذا ولدت هذه الناقة وولدت بنتها. الأجل هذا مجهول. نعم. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أي نعم. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وهذا تفسير ثالث، تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة، وهو أنه يبيع الناقة بحمل الناقة الأخرى، يبيع هذه الناقة الموجودة أمامك بحمل هذه الناقة، وهذا بيع مجهول لأن الحمل مجهول في البطن، ما يدرى وش حقيقته، ولا يدرى يولد سليم أو يموت ببطنه أو مجهول. هذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نقف عندها، هذا أيضا من البيوع المنهي عنها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا له جلسة أخرى إن شاء الله. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟ ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل على شكل أقساط شهرية؟ في شراء سيارة إيش؟ بالأجل. بالأجل إيه؟ على شكل أقساط شهرية. أي نعم. ويشترك في تقسيطها المشتركين مع أن السيارة باسم أحدهم ثم يبيعون السيارة. ما أدري وش السؤال، أنت يختلط صوتك بالميكروفون. نعم. نعم. يقول السائل: أي. ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟ بالأجل إيه؟ على شكل أقساط شهرية. أي نعم. ويشترك في تقسيطها المشتركين. يشترك نعم في التقسيط المشتركون. نعم. نعم. مع أن السيارة باسم أحدهم ثم يبيعون السيارة ويقتسمون المبلغ على حسب النسبة. نعم. أصل الاشتراك في شراء سيارة أو غيره لا بأس به، يشترك جماعة ويشترون سيارة أو بيت أو بستان أو غير ذلك، ويجعلونه باسمهم، ما يجعلونه باسم واحد، يجعلونه باسمهم، اسم المشترين يذكر. أما أنه يشريها بصورة أنه واحد وهم جماعة ويكتمون على البائع هذا لا يجوز، هذا غرر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يشترونه جميع باسمهم جميع ويدفعون ثمنها على أقساط ثم يبيعونها، وإذا ربحت يتقاسمون الربح، ما في مانع بهذه الصورة. أما أنه يشريها واحد وهناك شركاء مخفيون لا يدرى عنهم هذا غرر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يوجد بضائع متراكبة يوجد بضائع متراكمة في الموانئ تركها أصحابها لأسباب مثل كثرة الجمارك أو أسباب أخرى، ثم يتم الحراج على هذه البضائع في صناديق كبيرة حاويات، ولا تفتح هذه الحاويات بل يكون البيع وهي مغلقة، حظك نصيبك. هذا أول، أنه بيع بغير رضا المالك
والبيع إنما يكون عن تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وثانيا أنه مجهول على الصفة التي ذكرها السائل، مجهول في الحاويات ولا يدرس في داخلها، بيع مجهول وبيع بغير رضا صاحبه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ما يقوم به أصحاب المعارض من الجلوس؟ ما حكمه؟ ما يقوم به أصحاب المعارض، نعم، من الجلوس قبل المعارض قبل المعارض واستقبال السيارات لشرائها، نعم، قبل الدخول بها للسوق. ما يجوز هذا، ما يجوز هذا من تلقي الركبان ومن تلقي البادي، يمكن صاحب السيارة جاي من بعيد بعد ما يدري، أو من أهل البلد، هذا نوع من تلقي الركبان. خلها تدخل في المعرض ونسألك فيها نظر، ادخل واشترها من المعرض، إذا وصلت المعرض والحراج اشرها، أما أنك تغرر بصاحبها وتشريها منه قبل يدخل المعرض وقبل يعرف السعر، هذا لا يجوز. نعم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه ضرر على أهل المعارض، لأنك تحبس السيارات عنها، ومش هم جالسين له، وش هم فاتحين المعارض له؟ لو بغى يجي ناس يتلقون السيارات ولا تصلهم، هذا إضرار بأصحاب المعارض. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أصبح الآن الجمع بين العلم وطلب الرزق التجارة تعارض، ولهذا يضطر كثير من الشباب إلى ترك العمل والتفرغ للعلم، فهل هم ملومون على ذلك؟ لا، ما يتعارض طلب العلم مع طلب الرزق. تطلب العلم في وقته، ما أنت بتطلب العلم الليل والنهار، تطلب العلم في وقت ساعات، والباقي تروح تطلب الرزق في البيع والشراء والعمل نعم، ما يتعارض هذا مع هذا. نعم. سواء كانت طلب العلم في المساجد أو في المدارس، المدارس طلب العلم فيها ساعات فقط ثم تخرج منها، تصرف زمانك الباقي في طلب الرزق، ما في معك. طيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز الاتجار بمال الأيتام فيما ربحه ظني؟ نعم، وليهما الناظر على أموالهم يتاجر بها لأجل تنميتها، لمصلحتهم، تاجر بها لأجل مصلحتهم. الربح كله ظني، اللي يبيع ويشري ما يدري يربح ولا ما يربح، يتاجر بها، ما هو بالربح مضمون. نعم، يتاجر بها لأجل مصلحته، إن ربحت فالحمد لله، وما ربحت فهو بذل الجهد وليس من لازمه أنه يحصل على ربح مضمون. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لو باع الرجل ماشيته قبل أن يصل إلى السوق وهو يعلم أن هذا البيع فيه مكسب له، فهل يكون بذلك قد أضر بأهل السوق؟ إذا إيش؟ يقول: لو باع الرجل ماشيته قبل أن يصل إلى السوق، إذا باعها هو فلا مانع من ذلك، لكن ما يقول له بعها علي، ما يقول له المشتري بعها علي، لكن لو ان صاحبها قال اشرها منه ما في مانع، هو اللي باعها. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل: رجل عنده محل خضروات وفواكه، نعم، فكيف ابيع الحبحب؟ هل يجب ان اقول كيف ايش؟ فكيف ابيع الحبحب؟ ايه، هل يجب أن أقول على السكين أم حظك نصيبك؟ لا، ما هذا بيع ما مأكوله في جوفه يستثنى، يجوز تبيعه، مثل البيض، مثل الحبحب، مثل البطيخ، ما يصلح إلا كذا تبيعه، لكن أهل الفن يعرفون الصحيح السليم من اللي ما هو سليم، يعرفونه من قشره، يعرفونه من قشره، فهو يشريه بقشوره ما يخاف، لأنه ما يصلح إلا كذا، لو فتحته خرب، لو فتحته دخلها الهواء وخرب. أي نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل:
لو حصلت مبايعة عبر الهاتف فهل ينتهي الخيار بانتهاء المكالمة؟ هذه محل نظر، المبايعة بالهاتف محل نظر، لأنه يدخلها أحياناً الكذب والمزح والتمثيل، ألا يدرى هل هو حقيقة الصوت، هذا هو صوت الحقيقة؟ لكن بعض العلماء يقول لا بأس، ويعتبر التفرق بالقول، إذا نزل السماعة تفرق. ذكر الإمام النووي في شرح المجموع شيء من هذا، في المجموع شرح المهذب ذكر شيء من هذا، أنه يصح ويكون المجلس هو انتهاء الكلام إذا كانوا ما هم في مكان واحد، بل بالمهاتفة شيء ينقل الصوت ويوصله للطرف الثاني. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أخذ الوكالات التجارية واحتكارها. نعم. يقول: أخذ الوكالات التجارية واحتكارها، هل هو من تلقي الركبان؟ لا، هذا من التوكيل، هذا من التوكيل، أصحاب المصانع هم اللي يوكلون هذه المحلات، ويجوز لصاحب السلعة أن يوكل من يبيع، أو الإنتاج يوكلون من يبيع إنتاج مصانعهم، في مانع، مصالح الناس تقتضي هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ولذلك يسمونها وكالات. نعم. يقول السائل: ما المقصود بالمجلس الذي إذا تفرق عنه لزم البيع، هل هو عائد إلى العرف؟ مقصود بالمجلس المجلس، ما يفسر بغير المجلس، وكل يعرف المجلس، المجلس اللي هم جالسين فيه وقت العقد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ما يفعله البعض من أنه يذهب إلى البقالة؟ ثم يشتري السلعة ويقول لصاحب البقالة: احضر لك الفلوس بعدين، بدون تحديد الوقت. أي خالف، هذا ما هو مؤجل، هذا قال ما معي قروش أجيبها لك إن شاء الله، باع بثمن الحال، ما باع بثمن مؤجل، باع بثمن الحال، لكن قال الآن ما معي فلوس، ووثق به صاحب السلعة، أي خالف، لا بس فيها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: اشتريت خبزا من الخباز وأعطيته المال ولم يكن عنده صرف، فقال لي: هات المال غدا، يعني خذ الخبز وتجيب الدراهم غدا. اي نعم، مثل اللي قبلها، باع عليه الخبز بثمن حال ولا صار معه فلوس، قال تجيبه بكره، ما في مانع. نعم. يقول: هل يكون هذا من بيع ربوي بربوي؟ لا، أو بيع ربوي بربوي، بيع الخبز بدراهم ما في بس، بيع الخبز بدراهم لا بأس به. نعم. إذا كان أحد العوضين نقدا فليس بربا، لأن هذه معاملة الناس، يشترون بالنقود، يشترون الطعام، يشترون التمر، يشترون البر، يشترون بالنقود. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا أردت أن أبيع سيارة وفيها عيوب معروفة وغير معروفة، فهل يجوز لي أن أقول للمشتري: افحص السيارة، ولا أخبره بالعيوب؟ لا، إذا كنت تعرف العيوب لا يجوز لك تكتمها، أما إذا كنت ما تعرفها فلست مؤاخذا، إذا كنت ما تعرف العيوب وبعتها فلست مؤاخذا، إذا ظهر فيها عيب فالمشتري له الخيار، وليس عليك مؤاخذة في هذا، أما إذا كنت تعرف العيب وسكت عنه فهذا لا يجوز، هذا تدليس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا أتى قريب لي يقول إذا أتى قريب لي إلى الرياض وأراد أن يبيع سلعة وأخاف عليه أن يغبن في السعر، فهل يجوز أن أنصح له وأخذ السلعة وأبيعها له؟ لا، ما دام ما قال لك اتركه، ما دام ما قال لك بعهلي اتركه،
خلوا يرزق الله بعض الناس بعضهم من بعض، خلوا يروح بالسوق ويبيعها على الناس يتوسعون فيها. نعم. وإن كنت تريدها رح للسوق وخذها منه، اشرح إذا بحرج عليها اشرح، إذا حرج عليها اشرح من ضمن الزبائن. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: انتشرت في هذه الأيام ما يسمى بالمزاد، وذلك بأن تكون هناك سيارات قديمة بعضها سليم وبعضها بحاجة إلى صيانة، ثم يقوم البائع بالحراج على السيارة ويقوم المشترون بالمزايدة على هذه السيارة دون أن يعلموا هل هي صالحة أم بها عطل وتحتاج إلى صيانة. وإذا قيل المشتري كيف حالة السيارة يقول أنت وحظك. مثل ما ذكرنا، إذا كان يعلم فيها عيوبا لا بد يبينها، أما إذا كان ما يعلم يقول أبيعها الواقع هذا ولا أدري، فهذا لا بأس. إذا كان ما يعلم فيها عيوب لا بأس، فإن ظهر فيها عيوب فللمشتري الخيار. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل السعي واجب؟ هل السعي واجب للتحلل التام في الحج أم يكفي الرمي والحلق وطواف الإفاضة؟ هل إيش؟ هل السعي؟ يقول: هل السعي واجب للتحلل التام في الحج أم يكفي الرمي والحلق وطواف الإفاضة، حيث أن شخصا تحلل بذلك بدون سعي؟ لا، لابد التحلل الكامل، التحلل الكامل لابد من الرمي والحلق والطواف والسعي. والتحلل الأول يحصل بالرمي والحلق مثلا، أو بالرمي والطواف والسعي ولو لم يحلق. نعم. فلابد من الطواف والسعي لأنهما شيء واحد، بعض السعي تابع للطواف، لابد منه في التحلل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أعلم أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، فنحن هذه السنة لم نبت بمنى أيام التشريق بسبب الزحام، ولم يكن لدينا خيام أو سكن بمنى، فهل علينا شيء؟ إذا كنتم تستطيعون المجيء بالليل هذا أقل شيء، تستطيعون المجيء بالليل تمشون تبيتون في أي مكان يتيسر، ولا تضيق منى إن شاء الله، يوجد فيها أمكنة يجلس فيها معظم الليل، فلا بد من هذا، لا بد أنكم تجوا. أما إذا كان ما تستطيعون لمرض منعكم، فإنه يسقط عنكم المبيت بسبب المرض أو بسبب العذر الذي لا تتمكنون من الحضور. أما ما في عذر فيلزمكم الحضور والبقاء في منى معظم الليل، سواء نمتم أو جلوسا أو تمشون أو كيفكم، المهم توجدون في منى معظم الليل. ولو كان ما لكم خيمة تبي تلقون لكم مكان تجلسون فيه. أما النساء الثقيلات والنساء اللي ما يستطيعن المشي والمجيء معذورات، لكن النشاط الناس النشيطين يستطيعون يجون يلزمهم هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل النزيف من الأنف ينقض الوضوء؟ إذا كان كثيرا نعم، النزيف خروج الدم الكثير من البدن سواء من الأنف أو من غيره ينقض الوضوء، أما اليسير فلا يضر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا توضأت أو استكت بالسواك يخرج من لثتي دم ولا ينقطع هذا الدم إلا إذا بالغت وكررت في المضمضة أكثر من 3 مرات، فإذا كنت صائما فهل علي شيء في ذلك؟ تتفل الدم بلا مضمضة، تتفله حتى ينقطع، أو بلازم المضمضة تمضمض 3 مرات، فإذا ظهر دم تتفله، ظهر تتفله ثاني، وهكذا حتى ينقطع. نعم. الماء ربما يزيده. نعم. أحسن الله إليك.
يقول السائل: أنا رجل شاب أريد الزواج، ولكن أمي معارضة لي في ذلك، أما أبي فيقول لي: اذهب وابحث لك عن زوجة صالحة وأنا أزوجك، علما أني مؤذن وأستلم مرتب على ذلك، فهل أتزوج مع عدم رضا أمي؟ نعم، ليس لأمك الحق أن تمنعك من الزواج، ليس لوالديك أو أحدهما الحق في أن يمنعك من الزواج، لأن هذا ضرر، إضرار بك، وهو معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ترك الزواج مع القدرة عليه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تزوج وتوكل على الله، أمك إن شاء الله ترضى فيما بعد، وما رضيت فيها المخطئة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو ضابط الدين في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك؟ الدين السليمة في دينها في وعرضها، تكون سليمة في دينها وعباداتها، تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتكون سليمة في عرضها، عفيفة عن الزنا، عن التساهل في بتعرض للرجال، هذه السلامة في الدين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأفضل لطالب العلم أن يتزوج بامرأة متوسعة في طلب العلم أو غير ذلك؟ متوسعة؟ نعم. إيش معنى متوسعة؟ يعني عنده علم غزير، أم متوسعة في الالتزام؟ إن كان المرأة عندها علم غزير هذا طيب، تستفيد منها، أما إن كان متوسعة في أخلاقها هذه ما تصلح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في قول أحد طلبة العلم: إن الصحابي الفلاني كان يشرب الخمر، والصحابي الآخر لم تكن لديه شجاعة وإقدام في الغزوات، ولما قلت له: لا فائدة من ذكر ذلك على العموم إلا أن توضح قصدك من ذلك، فقال: أنت تعطل الأحكام وترفع الصحابة إلى منزلة المعصومين وهم ليسوا بمعصومين، فما رأيكم؟ هذا شقي ومجرم، لا يجوز يتعرض للصحابة. هو عاد سليم هو بنفسه، فتفتش لقيته من أرض الناس وأخس الناس، فلا يجوز تنقص الصحابة والبحث عن عيوبهم، بل لا يجوز البحث عن عيوب المسلمين عموما ولو ما هم بالصحابة، كيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ فهذا إنسان ما في خير، إما أنه سيء العقيدة ويبغض الصحابة، فيه تشيع ولا فيه نفس الخوارج، وإلا إنه إنسان ما فيه خير ولا يحب الصحابة، فيه نفاق، هذا فيه نفاق، لا يبغض الصحابة ويتلمس عيوب الصحابة إلا منافق أو شيعي أو خارجي، أحد الثلاثة، إما منافق وإما شيعي وإما خارجي. أما أهل السنة والجماعة فهم يترضون عن الصحابة ويستغفرون لهم، والذين جاءوا من بعده يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا لا يجوز الكلام في الصحابة ولا تلمس عيوبهم ولا الطعن في أحد منهم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.